سمك عطلة وفتات عايزين نشوف درس الحيطة ويكون فيها هاتش معين أو باترن معين. طيب أنت ممكن ترسم الحيطة وتتعلم عليها وتقول له إيديت بروفايل وتعدل فيها زي ما أنت عايز، بس هتاخد وقت وحتة حيطة، فاحنا عايزين طريقة أسهل من كده، وهي إن أنا هعمل سيلكت وأخش هنا في الإيديت تايب وهبدأ أختار الماتيريال اللي أنا عايزها وأعلم هنا على الكات أوت وابدا اختار الماتيريال اللي انا عايزها اللي هي وليكن مثلا ديت اهوت. لو انت عايز تغير ماتيريال بتدوس على الاسم، لو انت عايز تغير في الخصائص بتاعت الصوره هتدوس على الصوره وتبدا تيجي هنا تختار المقاس اللي انت عايزه، تمام؟ في السايز، بس هي الفكره كلها ان انا مش عارف المقاسات ديت، فمحتاج ان انا ادخل اعدل عليها، اعدل اليونت الاول. طب خلينا نجرب واحد واقول له ممكن تقول له انفيرت ايمج لو انت حابب، ابلاي، اوكي، وتعالى خلي دي رياليستيك، تمام؟ زي ما انت شايف هي محتاجة الصورة تكبر، بس هي اتعملت اهي بالشكل الجميل دوت. طبعا لو حاولت تعملها مانوال هتاخد منك وقت كتير. خليني اغير اليونت، خليها بالمليمتر، اوكي، وخليني اعلم على اي حاجه فيهم، نقول له ايديت تايب وادخل هنا ودي الماتيريال ديت ابيرنس الصوره، هو كاتبها كام؟ كاتبها 380، خليها مثلا 2000، دن ابلاي، اوكي، تمام، خلاص كده اتعملت الحاجه بقت واضحه. طيب ممكن تعكس من الابيرنس، تدخل هنا وتقول له رجع الصورة زي ما كانت، يظهر معاك بشكل دوت.